طيب شريف اتفضل. اولا انا برفض اي بس ما نشخصنش الموضوع وما ندخلش الموضوع في شخصنه واساءه للرموز واساءه للناس، لان هو ده مين الرموز. ثاني انا ما قطعتكش بقى محمد، واحده بس اقول لي مين الرموز. لا واحده واحده، الدكتور عصام حج اللي انت بتتكلم عليه دوت بالنسبه لك رمز، بالنسبه لها مش رمز. يا سيدي ثانيه واحده بس اتفضل. كان الاول كان في البدايات خالص كان مستشار الرئيس عدلي منصور. حلو، يعني رجل النظام. ثانيه واحده اتفضل. ثانيه واحده اتفضل. فلو كان في تحفظات على الدكتور عصام حج يبقى من باب اولى تسال الاجهزه السياديه اللي موجوده اللي مين اللي قال تحفظات؟ يا سيدي بس ثانيه واحده، انت بتقول اللي ما تقاطعنيش وانت بتقاطع. أيوة لو هنمشيها انت بتقول كلام ما قلتوش. مين اللي يعني لو هنقاطع هنقعد نقاطع بعض. أيوة مش هنقاطع. مين اللي قال تحفظات؟ فلو سمحت بس يا محمد، احنا مش عايزين ندخل الموضوع في اساءه الاشخاص. دكتور عصام حج راجل محترم، المبادره دي فيها رموز وشخصيات. ثانيه واحده، رموز وشخصيات محترمه جدا قدمت طرح الرؤيه. ثانيه واحده بس، كله فوق يا محمد، كله فوق. انا مش جاي هنا عشان اقول سر حرب، يعني اعتبرها زي ما تعتبرها. طيب انا جاي هنا اقول على اللي فيه. خلاص لما يبقى في سر الموضوع بالسر الحرب مش هنناقش بره. محمد لو سمحت استاذ وائل يا جماعه، بس خلي موضوعنا. انا ما ردتش عليه بس. هل اغتالت الاحزاب نفسها ولا اغتالتها السلطه؟ خلينا بس في هنا، انتوا بتعتبروا انه القوه كل القوه والتجمعات السياسيه المشكلة عندها ان السلطة تقيد تخنق، هل ده صحيح؟ اثبتهولي. وبعد كده هم يعتبرون انه لا، الاحزاب ماتت قبل ان تولد. طب ما نسأل السؤال، الاحزاب وهي ليست موجودة. طب كويس، يعني الاحزاب لما نيجي نسأل الاحزاب ماتت ليه؟ الاحزاب ليه ما عندهاش قواعد؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك اللي فيه شباب كتير وليكن منهم جمال عبد الحكيم لسه واخد 15 يوم تمام، واتقبض عليه علشان كان معاه كتاب لكارل ماركس واتقبض عليه. حضرتك سالت قبل كده مين اللي ثانيه واحده قبض عليه مكتوب فيه كتاب محمد ماركس. يعني المحضر مكتوب فيه تهمته. يا محمد يا نبوي لو سمحت بعد اذنك خلي الموضوع اصل عايز في اطار الكلام اللي بنتكلمه لو سمحت بعد اذنك. فانت هات لي الاحزاب هتيجي تشتغل ازاي في ظل الشباب لما بتيجي تنزل تشتغل عمل حزبي في المحافظات؟ ايه الضمانه اللي ما تقبضش؟ لا بتقبض عليها. انت نزلت لي قانون طوارئ بتقول محاربه ارهاب، والعمليات الارهابيه حصلت في ايام مبارك في عز قانون الطوارئ. قانون الطوارئ عمره ما حارب فكر ارهاب ابدا، ولا منع ارهاب يحصل، ولا منع جريمه تحصل. فانت بعد تفجير فلسطين ربما كان مطلبا شعبيا. هات لي دلوقتي شباب عندها ضمانه. هل الناس كمان مع ده ولا مع ده؟ ربما هات لي ضمانه دلوقتي للشباب او الاحزاب تبدا تنزل تخلي الشباب وتدفع بالشباب بتوعها في الشارع ينزلوا يشتغلوا على السياسي المحترم. اصلا عشان انت تمام وما تقبضش عليه وما بقاش في الكلام ده. هو ايه اللي حصل اصلا عشان ديك ضمانه؟ في حاجات كتير بتحصل. زي ايه يعني؟ ما تقول لي حاجتين من على يعني ايه زي ايه؟ ايه اللي حصل عشان ديك ضمانه؟ ما انت بتقول لي الاحزاب مش شغاله. طب ما تشوف الاحزاب مش شغاله. انا ما قلتلكش الاحزاب مش شغاله، ما تشتغل. هم مش عارفين يشتغلوا. هم الاحزاب مالهاش قواعد. انا يا سيدي مواطن بقيم عدم انضمامي للاحزاب. برضه مش عايزين. هم ما قدموش حاجه. برضه مش عايزين نخرج بره الاطار. ايه اللي حصل عشان ديك ضمانه؟ لو سمحت يا طب يا شريف قول لي. احنا بنتكلم دلوقتي. لا احنا دلوقتي بنتكلم. احنا مش هنقعد نحكي يا محمد. ايوه هديك ضمانة عشان ايه اللي حصل يا بابا؟ على فكره ضمانة عشان ايه؟ احنا جايين بنتكلم دلوقتي اللي فيه مبادره طالعه ب 12 بند، وبنتكلم على نموذج الانتخابات الرئاسيه. مش هنقعد بقى نحكي. ايه الهدف منه؟ ونحكي ونقول قول لي وانا اقول قول لك. لا انا مش قضيه دي. لا مبادره ولا ايه؟ نتكلم القضيه نفسها. انا لو عندي بيان ايه؟ انا مش جاي اناقش مبادره. يا جماعه لو سمحت. لا انا جاي اناقش مبادره. انا مش جاي ولا تفرق معايا المبادره دي ولا اشوفها اصلا. انا تفرق معايا ما تفرقش معايا. انت حر. انا بالنسبه لي المبادره دي ولا تفرق معايا. انا ايش في رايك يخصك يا محمد؟ انت ما عندكش اغلبيه يعني ما عندكش شارع بتحركه في الشارع عشان تقول رايك يمثلني فالناس كلها تنجرف. انا بتكلم كمواطن يا سيدي. بالظبط. وانا بتكلم كزعيم. بس انا بقول لك انا كمواطن انا مش جاي. طيب يا جماعه لو سمحت نفسك يا محمد. يا جماعه من مصلحتنا جميعا ان تكون في حياه سياسيه تنافسيه. صحيح. يعني حتى الذين يتحمسون للسلطه بشده يعني وبحده كمان لازم يكونوا بيحلموا بانه في حياه سياسيه تنافسيه. مش عارف يتزعل في ايه، مش فاهم. طيب خلينا بس هنا، لكن المشكله كمان عشان ما ابعدش عن الموضوع، السؤال الاساسي ايه اللي ممكن اقول انه احنا الاحزاب والقوى السياسيه وكل التجمعات والتكتلات تفشل لانه يتم التضييق عليها، مش لانها هي فاشله ولا تستطيع الوصول للناس، تتحدث بلغه حتى منعزله تماما على الناس ولا توجد لها قواعد شعبيه. اولا لما نيجي بس برضو حكايه القواعد الشعبيه دي، اعتقد اللي احنا ما حدش عنده حصر دلوقتي واحنا قاعدين كده على الهوا يقدر يقول احنا عندنا قواعد هنا فين وهنا فين وهنا فين. لا انا ولا استاذ محمد نبي ولا سياده اللواء عنده ده ورقه دلوقتي. ما انا بتكلم عليك حضرتك وعلى سياده اللواء. انت تعرف منين عندي ولا ما عنديش؟ يا سيدي طب ما تقول. طب ما تقول قلت لك يا سيدي انا جاي اتكلم. طيب انت بتقول لي انا مواطن. طب خلاص انت انا ما بقولكش انا حزب.
حضرتك اسال الاستاذ فريد الممثل الحزب الموجود معانا على الترابيزه تمام يقول لي حضرتك قواعده عامله ازاي. انما انا ما قلتكش انا حزب تمام، فما بتوجه السؤال بالطريقه الغلط. ما انت بتبدا بقى زي اللي داير دلوقتي زي ما بنتكلم على يعني الاعلام. يعني اللي داير بقى باللغه يعني الدارجه يعني الناس بتقول صح. لا اللي داير باللغه الدارجه اللي الاعلام كلها واحده محمد اللي الاعلام دلوقتي كله طالع في هوجه اللي اي حد بيغلط اللي اي حد بيتكلم جدا يا سيدي. ما احنا بقى انا برد على كلامك على فكره. انا قلت لك الاعلام دي شركات. انا برد على بس ماشي. ما هو ده برده بيؤدي لايه؟ برده بيؤدي لكل واحد لما يجي يترشح. طب ما انا هيتشاور حضرتك روح ارفع قضايا على الشركات دي عشان تتشتم. انا ما برفعش قضايا. انا مش جايز مثلا لما بدا يعني هنا لما عقد مؤتمر لحزب الكرامة مع بدأ يتشوه استاذ حمدين صباحي وقال مش جايز لما هنا البعض استخدم. انا اسف هم مش خونوا برضو بعض الشباب اللي راحوا حضروا مؤتمر الشباب مع الرئيس بينهم وبين بعض اللي منهم. وكنت مع حضرتك هنا في البرنامج وقاعد ناس كان شريف اعتقد خونوا محمد عبد العزيز خونوا بعض الناس. محدش خون حد. هم يا سيد الفاضل مجموعة خلقنا لنعترض واتفقنا على الا نتفق وهنفضل عمرنا كلنا في ناس اكل عيشها في السياسه او حياتها في السياسه من مربع المعارضه. لو هم اللي حكموا هيعرضوا نفسهم. اكاد اجزم ان السيد فلان الفلاني لو اصبح رئيسا للجمهوريه سيصدر اول قرار بانه يعرض نفسه. الناس دي اتعودت على كده. الناس شايف انا كمواطن شايف كده. دي وجهه نظر بس هو وجهه نظر كده عشان تسمعه. القذافي مره قاد مظاهرات مثلا ضد وهل يختلف كثيرا من هل يختلف كثيرا من هؤلاء الشخصيات عن القذافي رحمه الله؟ لا تقول لا محمد ما هو كده. ما هو ده يا جماعه بيخلي الناس تقول انا بتكلم في الاداء. هو نفس القصه اللي اتكلم عليها. انا شتمت يا جماعه القذافي وجهه محمد لما الناس بتشوفها هي بتقول ايه؟ الاداء. ما هو ده طريقتك واسلوبك ده اللي احنا بنتكلم بقى عليه اللي انت معترض على طريقتك. انت زي يعني طريقتي واسلوبي اللي هتخليك يبقى عندك ضمان ان انتخابات. حاضر يا سيدي. طيب ما انا عايز بس هنا ستلو مش جايز يعني مثلا لما نموذج اهو عقد مؤتمر عشان يشوفوا هيعملوا ايه في الانتخابات. لا عشان يوحدوا حزبين لا وكمان يتحدثوا يوحدوا حزبين وطول الوقت في مطالبات الاحزاب اللي هتتوحد. الراجل بيوحد. لا بس كان في رؤيه لانه هيخوضوا الانتخابات ازاي يعني اعلنوها يعني وماله هي الدولة اللي اعترضت يا جماعة ولا المواطنين؟ تحت التأسيس بس انا باخد ده نموذج مش مهم مين اللي اعترض يا جماعة. لو سمحت ان هو ما قدرش يجمع ال 2500 توقيع. هم 5000 بس او 5000 طيب ما هنا كان تم التعامل مع ده بالهجوم الشديد. محدش هاجم بالاستهزاء. محدش هاجم. لا ما لا يا سيدي اللي هاجمهم مين؟ هل الدولة هاجمتهم؟ لا. هل فيه مسؤول طلع يقول اللي هم عملوه ده غلط؟ لا. يبقى كده نقول الدولة. لا في اعلام مكتوب على الدولة بيطلع يا ابني. لا في اعلام وفي قنوات مكتوبة على الدولة. لا يا سيدي ده كان امر واضح. يا سيدي ما كله بدا يشوه ساعتها في الموضوع ويستخف من الانضمام التوحد. تحاسب الدولة. ده مزعلهم ليه برضه؟ انا مش قادر افهم يعني. الدولة هتبقى توحدوا ده مزعلهم ليه؟ عايش الشماعة تبقى الدولة؟ لا مش عايش الشماعة وانت عايش الشماعة يبقى يا سيدي. انا بقول لك المواطن اعترض. حضرتك المواطن ده لو مش معاك يبقى وحش؟ طيب ستلو عشان قبل ما اطلع انت حر يا سيدي. رشح واحد. انا نفسي يبقى عندنا مش هتنفع يا جماعه الحوارات الجانبيه كده.